شكرا شكرا مجددا، سنعود بعد قليل وهاد عندنا. كيعجبوني شي برامج في التلفزه ديالنا، كتصور كتلقى برنامج كيقول لك كيفاش تختار اللون ديال الفوتو اللي غايجي مع الحيط ديال الصباغه ديال القفل ديال السقف ديال الدار ديالكم. الله ودي انا بعدا عندي دار باش نشوف الصباغه اللي غتجي مع الفوتو ديال السقف ديال الصالون ديال السطح ديال الله ينعل اللي ما يحشم. وحنا النص في البلاد ساكن في العشوائي، النص الاخر يا اما كاري يا اما راهن يا اما شافر. ولا كتلقى وحده شاده لنا ساعتين في التلفازه حقه ما حقه شنو عندها، عندها لا شومبر ديال ولدها كريم ما كتدخلش ليها الشمس. الله انت بعدا راه عندك كريم وعنده لا شومبر، راه كاين اللي عنده كريم ما عنده فين يحطو. لا حقه ما حقه كريم هذه راه ساعتين في التلفازه لا شومبر كريم ما كتدخلهاش الشمس. حنا في زاكوره طيبين في الشمس شحال هذه، كاع ما كاين اللي تسوق لينا. صيفطي عندنا لزاكوره، صيفطي عندنا لزاكوره للشمس واحد شهرين ثلاث شهور ما عمرو يسول فيها حتى النهار يشد الباك. اي انت عندك اشكال غير في الشمس. شكرا. كتلقى الناس في البرير مساكن مضاربين مع اتساع والزحام، كنقسم لكم بالله كون ماشي اتساع اللي في الخاطر طيطجوا، اتساع اللي في الخاطر هو اللي خلاهم باركين في البرارك. وداك الشيء حشومه، ثلاث سوايع في التلفازه الشمس ما حنا كتدخل مع الدخله ديال زاكوره كتلقى واحد البلاكه ديال 60 ماشي ديال السرعه، لا ديال الحراره، يعني رجع في حالك راه ما كاين ما دير تما. يعني نهار تشوف البلاكه ديال 60 عرف راه زاكوره غير للسكان المحليين، ما عندك ما دير فيها وملفش مولف الشمس، دخل ما مولفهاش سير في حالك. ولكن راه مزيان هذا العام راه داروا لنا، قولوا لنا مبروك، داروا لنا المطار في زاكوره. اه والله. هذا يدخل في اطار ما يسمى بسياسه اش خصك العريان الخاتمه مولاي، اش خصك اللي ما عنده دار الواد الحار، اش خصك اللي ما عنده سبيطار خاصو المطار. السبيطار ما عندناش في زاكوره، كتدخل للسبيطار كتلقى فيه الزربيه ديال الصلاه ديال الفرملي، لا تجهيزات لا والو. جات عندنا واحد المنظمه شينويه للبلاد بغا يتبرعوا بشي تبرعات، دخلوا لقاو الزربيه ديال الصلاه بناو ليه سمعه لذاك السبيطار، ردوه جامع راه كيحفظوا فيه القران دابا مخير، دابا فين عمركم عندكم انتم هذه في المدينه كاع جامع وسط سبيطار. هذا في اطار ما يسمى بدمج وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه مع وزاره السياحه والله اعلم. يعني حقا ما حقا لا شومبر ديال السي كريم ما كتدخلهاش الشمس، راه خصنا نشوفوا لي السي حل هاد. وتصور حنا دابا داروا لنا المطار في زاكوره، شكون اللي كيطلع من هاد زاكوره في المطار؟ واش واحد السيد يلاه باع كربه ديال التمر ب 60 درهم بيتي يجي من كازا من زاكوره لكازا ب 1400 درهم؟ سطيتني كي درتي ليها؟ باغيين يشجعوا السياسه ونساونا حنا في البلاد تما، كي غايدير هاد السيد؟ وتصور كتنزل الطياره اللي جايه من زاكوره في المطار ديال محمد الخامس كينزل فيها واحد من زاكوره شاد كورسه باخر كينزل مع ضربه الشمس ديال البلاد ما يصحاب لك ها السفير ديال الكونغو برازافيل جاي يزور المنطقه. بخير السيد انت كيصحاب لك راه سفير، هو السيد راه جاي يبيع التمر مع راسو، خصهم يشوفوا ان هذا هو الخلل بين كيفاش وعلاش. طجيطه مشى السكيتش والله الا طار السكيتش، ولكن صفقوا الله يرضي عليك. الاشكال الاخر دابا ملي كتدخل للسبيطار ما كتلقى فيه لا تجهيزات لا والو. عرفتي السبيطار ديالنا في البلاد اش فيه؟ فيه الدواء ديال العقرب وكينات الهلال صافي، كينات الهلال باش يمنعوا الحمله وديرها مع الصاد ديال البلاد اش غتمنع الحامل تما. راه والله واخا ديروها لنا في الدقيق وناكلوها في الخبز راه ما قال لك لا زعما بيحدوا من الناس وداك الشيء. كتدخل للسبيطار ما كتلقى فيه لا تجهيزات، انت وسط السبيطار وكتقلب على السبيطار ما كتلقاش، ها انت وسط السبيطار كتدخل كتلقى والو ما كاين لا تجهيزات لا والو. وهذا نداء باش الناس يشوفوا لنا شي كليماتيزورات لديك البلاد الله يخليكم، راه سخونه راه الحراره. هاد الناس اللي يستاهلوا نديروا ليهم ساعتين في التلفزه ويجيو على المشاكل ديالهم ويديروا لنا شي وزاره ديال البرد، خاصنا البرد في البلاد. شي وزاره اللي تهتم بالشؤون ديالنا. ملي كنهضروا عاوتاني ندوزوا شويه للسكن الاقتصادي، هضرنا على السكن وعلى اجمه السكن في الاول. السكن الاقتصادي تصور كتلقى دار ب 36 مليون، هذا راه ما اقتصادي ما والو، هذا راه السكن العفريت، هذا ما بقاش اقتصادي. ومع البني ديالهم الزوين الا غير حرك شي واحد شي باليزه الفوق في القطر يوم كيطيح عندك انت ديجونكتور في الريد جوسي، اسمع اقتصادي هذا.
والخلال راه كيبيعوا لك بارتما. ملي كتدخل كتلقى غير كوزينه مفصله، الا عطستي تلقى معنك في الارض.